وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة. انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريعة وهربت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي، جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لي حضرك هنا. انت كلمت علي؟ وط كلمته وهخليكي تكلميه. اطلب لي علي يا راشد. اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكرة هما في السجن متربين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده أنسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده ايه؟ انا مروحة بيتي يا خول. خدي هنا. اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل اول شهر وادفع الفاتورة تبقى راجل. ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت، وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقة 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون. ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حيطه كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. صباح ربح يا شيخ. هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا يا عم عملت ولا بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. زينب بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح. على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. يلا واحده واحده يا رجاله. على محلوك وعليها على محلوك. افتح الباب. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت ايه ده ارجوك؟ يا فندم ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليكم. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي وانت ست مؤمنه. قولي يا رب. وممكن دكتور قوليها في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقوله ولا حاجه؟ اعرف ان المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني ارجوك اهدى. يا دكتور المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، ده مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما اني اسالك رد الخطا ولكن اسالك اللطف فيه. استغفر الله العظيم. محبوس فين كل ده؟ احسن انت ست. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا أخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكرة جوزها قاعد على القهوة ولا إيه؟ مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ؟ ده أنا جايب لك عيش توست، ولا أنت واخدة على البلد ولا إيه أخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيه. المشكلة كده مع جماعته. فيها جواز وطلاق وحضانة و... يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم. ربنا يوسع عليك. تسلم لي. مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل. انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون، بقول لك قلب عظمة لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين 4 حيطان، اكل واشرب وانام،
زي المعيز. الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي على اهو. ايوه يا اخويا. ايوه ايوه تليفون انسي. ايوه انا مرات عليه وعايزه اكلمه. متشكره يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي وحشتني. لا بجد وحشتني قوي قوي. تكلميني دلوقتي؟ مفتون اصيله، ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشة ربنا راشد خطفني، خطفني ووداني عند واحد صاحب. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفرمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلم من عنده صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجال، انا هسمع كلامك. هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونة. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي. بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس؟ لا سمح الله. علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول بيطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه هنخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفها زهقانة. هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد، اطمن.